فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في بعض النصوص أن الله سبحانه وتعالى يكلم الكفار يوم القيامة، وورد نصوص أخرى أنه لا يكلمهم، فكيف الجمع بينها؟ لا يكلمهم كلام تكريم، إنما يكلمهم كلام توبيخ. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا توبيخ وتعذيب والعياذ بالله. أما المؤمنون فيكلمهم الله كلام تكريم، نعم، ويخاطبهم ويقول: يا فلان أتذكر كذا وكذا؟ قل لأهل الجنة كذا. نعم.